هذه النقابة الوطنية لجماعة الترابية وتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكداشة. حنا كنخوضوا اليوم اعتصام جزئي انذاري ضد القرار الجائر اللي اتخذه رئيس الجماعة ضد التعويضات عن الاشغال الشاقة والملوثة واللي كيستافدوا منها مجموعة ديال الموظفين داخل الجماعة. الرئيس خدا واحد القرار دون سند قانوني، هو اقتطاع شهر دوجنبير من هذا التعويض، مع ان المرسوم ولا القرار تاع وزير الداخليه كي يبيح للموظفين وكيعطيهم الحق للاستفاده من هذا التعويض. خرجنا بشي باه يعني يقوله، وزايدون كان 2011 5% كاع في المغرب داوها نهار اللي كان التقسيم ديال الجماعات هنا في وجده. سيدي ادريس داتو وسيدي معافى في الرئيس السابق 5% ديال الاعمال الشاقه الملوثه، وخمسه نتاع الجامعه نتاع 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 سيدي معافى وسيدي زيان ما ديناش لحد دي الان، وقرار حكومي امام جلاله الملك. المطلب ديالكم المطلب ديالنا الاخير يرد لنا الشهر ديالنا، ويبعد علينا التعسفات ديال رؤساء المصالح ديالو ديالو ديال الكاتب العام، وحتى الكسوه اللي داخله لنا في القانون كيصيفط لنا التزامات. واش واحد اللي في التزامات كيصيفطنا التزامات على البدال باش دير البدله تمشي للقياده باش تقاليزا وتجي باش دير البدله باش دير الكسوه؟ هادشي ماشي معقول. ما كانش حتى المرافق الاجتماعيه. احنا مهضومين، الحق ديالنا مهضوم، بالخصوص مع هذا المجلس هذا راه حنا مهضومين 100%. لا كسوه لا معدات باش نخدموا، ما عندنا مناشر لكل، لا عندنا الماشينات نتاع الغازون، راه حنا غير نسلكوا. وزاد قلع لنا الشهر نتاع الوسخ، حنا هذيك 50,000 اللي قلعها لنا في الشهر الترافاي ساليسون الاعمال الشاقه والملوثه، هذيك 50,000 راها دارت لنا حلت لنا ابواب تاع جهنم عند صحابي الحوانت وعند صحابي الضو وصحاب الكريديات. هذه باش يعرفها سعاده الرئيس، يرد لنا الوسخ ديالنا ولا راه ما غادي يعجبو حال. هما الى شو غادي نقول لك واحد النقطه، غادي نقول لكم واحد النقطه، الا بغاو يقلعوا لنا حنا البريمي نكونوا كونجي، يقلعوا حتى هما البريمات ديالهم ويحطوا السيارات ديالهم حتى هما من يكونوا عطل وفي التليفونات اللي راهم عاطينهم. ما حنا هاني شو كسوتي كي دايره، شو حالتي كي دايره، حتى الكسوه هما ما عاطينهانيش. ايوا هذا الشيء اللي نقول لكم، الا كان شي حق الله يجيبه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.